السلام عليكم. اليوم جبت لكم خلطة تاع الشعر، شعر اللي ناشف بزاف، اللي ناشف كله او اللي ناشف عامل لتحت. هاد الخلطة هادي راه فعلا نيت شعري ناشف، وبديت كنديرها الحمد لله، الحمد لله عطاتني نتيجة مخيرة مخيرة. كنحتاجو في هاد الخلطة كنحتاجو زيت البلدية، كنحتاجو العسل، وكنحتاجو ليمون الحامض، وكنحتاجو صفار بيضة. نبدأ على بركة الله. كناخدو 2 معالق كبار تاع زيت البلدية، صح، ومن بعد كناخدو 2 معالق كبار تاع العسل، هادو كلهم مواد كلهم خيرين للشعر، كينعمو الشعر، كيغديو الشعر. الشعر كيحتاج كما التغذية مرة مرة. هلا هناخدو 2 معالق صغيرة تاع حامض الليمون، من بعد صفار بيضة، كناخذ هادشي كله كنخلطوه مزيان، انفيو بها معلقة صغيرة شما لي موجود. هو خصو يتخلط مزيان حيت العسل الثقيل كيبقى لتحت. فوالا حتى كيولي عندنا فحال هكايا، قوامو هكايا. من بعد كنشدو كنديروه في شعرنا من الفوق حتى لتحت، وكنخليوه مدة ساعة. بعد نغسلو شعرنا بالشامبوان وبالديميلوغ، مع هذيك الساعة غتبان لكم في أول مرة غتبان لكم النتيجة، غتبان نتيجة مخيرة في هاد التعاد الخلطة. وبالنسبه اللي عندهم مشكله بس في عندهم مشكله بس من التحت في الشعر اللي تحت، ما عندهمش عندهم شعرهم كله مزيان، بس عندهم نشوفيه في الشعر اللي تحت بس، ما يحتاجش يعمل هذه كلها شعره. عندي واحد الحل بحال هكايا مثلا، هذا هو الشعر هكايا، كنشدو كنديرو ليه الاستيك بحال هكايا من هنايا، كنجمعوه هكا حيت عندنا مشكله بس لتحت. كنشدو ميكا، واخا دابا مشكله كبيره في الميكا في المغرب، كنشدو الخليط كنديرو كله في الميكا هكايا في البلاستيك، لان انا ما نديروش في البلاستيك لان كنديرو في شعري. كنشدو الخليط كله كنعملو بحال هكايا في البلاستيك، ومن بعد كندخلو هكايا شعرنا في هاد البلاستيك بحال هكايا. كنشدو استيك اخر ثاني كنحطو بحال هكايا، بحال هكايا على الشعر هكايا، شفتو. وكان الخليط اللي عندنا هكايا في البلاستيك كنبدا ندورو بحال هكايا، بحال هكا الكبد ديالنا بحال هكايا، كنديرو الاطراف، كنغدو الاطراف مزيان مزيان مزيان، ومن بعد كنخليو البلاستيك بحال هكايا. من هنا ما كنوسخوش حالتنا، ما كنعكزوش، لان واحد كيقول غدا انا عندي مشكله في الشعر من التحت نشوف فيه، غندير شعري كله هذا وغنوسخ حالتي. هذا حل زوين، اسمع عندي مشكله بس في الشعر من التحت، ديروها بحال هكايا، ومن بعد تخليوها ديرو امبونيو بيت تخليوه بحال هكايا مدة ساعة، ومن بعد تغسلو الشعر تاعكم، راه النتيجة مخيرة مخيرة. وهذه هي الخلطة تاعت اليوم. لا عجبكم الفيديو ما تنساوش تبارطاجوه مع احبابكم، وما تنساوش تعملوا جيم وتعملوا مشاركة باش تشوفوا كل الفيديوهات. ومع السلامة، فيديو قادم ان شاء الله.